السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتنا، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم من قناتكم وصفحتكم ومحلكم أثاثيقة، دائما بالصالونات الجميلة. اليوم جبنا لكم للصالون المحبوب والمعروف في محل أثاثيقة، ألا وهو للصالون أرك بلوس الأصلي. سطرولي على هذه كلمة الأصلي، لأنه رح نكتشفوا مع بعض المواصفات تاعو. ما لكن قبل ما نبدأ في الشرح تاعو، ماذا بينا تابوني فلاش يوتيوب وتفعلوا زر الجرس هكا باش يلحقكم كل الجديد خوتنا، وماذا بينا نقراو تعليقاتكم. بارك الله فيكم على المتابعه، بارك الله فيكم على التفاعل. رحنا رانا هنا توجور في الخدمه وبالجديد، ونبداو على بركه الله في الشرح تاع لوسانو. وراح نبداو كالعاده بالتروا بلاص تاعو خوتنا. التروا بلاص تاعو قوه الله يبارك، ولكن الحاجه اللي راح نهضر عليها الاولى هي لاكودوار تاعو اللي راه مختوم كامل اون بوا اتر كيما راكم تشوفوا. حاب يقول في اثاثيق راح نبازيو لكم على زوج حاجات اللي هما لا سوليديتي ولا فينيسيون. نقربو نزيدو نشوفو لو بي تاعو خاوتنا، والسوك لي راهو كامل اون بوا اتر، حاجه تحفه ما شاء الله. شوف الله يبارك السوك حتى للتحت كامل نخدم اون بوا اتر، هذا دليل على انه لو صالون تاعنا راهو بزاف بزاف سوليد خاوتي. بالنسبه للقعده تاعو، هذا راهو ديترونتو بسباتي والرسول، في قاعده بزاف بزاف مريحه. لا فينيسيون افون اريير ميم سيغ لو كوتي خاوتي، حاجه قوه ما شاء الله خاوتي. راني يعني عارف بلي راكم تلاحظوا فيها، وكامل راكم تقولوا بلي لو صالون ارك بلوس في مواصفات وشنو هما. هاو ليكم خاوتنا، اولا راهو كوفري، الكوفري تاعو بزاف بزاف شباب، لا فينيسيون يرفد حاجه ما شاء الله، يعني فراش خاوتنا اي حاجه اي حاجه لي سيرفيس اي حاجه يرفدهم بلي تاعو. لا فينيسيون راكم تشوفوا فيها على المباشر بصوره حيه خاوتنا، الله يبارك. وامان اون ميم طون يولي لي تاع دو بلاص، الله يبارك الفخامه، الله يبارك خاوتنا لو صالون كيفاش راهو مخدوم قوه الله يبارك. نشكروا الاخ هيثم على هذا الخدمه اللي دارها لنا، بارك الله فيك. لا فينيسيون حاجه ما شاء الله كيما راكم تشوفوا خاوتنا، دو بلاص فيها نفس المواصفات تاع 3 بلاص، كليك كلاك كوفري، قاعده ديترونت بسباتي والروسول، لا فينيسيون تاعو كامل اون بوا اتر خاوتنا كيما راكم تشوفوا. خاوتي ما درناش على حاجه اللي هي لا كولور تاع هذا لو صالون، راني عارف بلي عجبتكم بزاف بزاف. لي شخصيا انا اول مره نحطها عجبتني الله يبارك، ويعني اول مره شفتها كان في اللون اسود خاوتنا، الله يبارك خاوتنا كيما راكم تشوفوا لا كولور تاعو. خاوتي في هذا لو صالون كاين بزاف لي كولور فيه، يعني تقدروا تطلبوا لا كولور اللي تحبوا. Par exemple le gris, le marron tiao, le bois de rose tiao, le jaune tiao, comme l'éloigne fait, quoi, la hiber. ننتقلوا دوكا ونروحوا نشوفوا الاون بلاص تاعو. الاون بلاص تاعو فخامه خاوتنا، مام الديزاين تاعها راه مختلف تماما على دو بلاص و 3 بلاص، ولكن تناسق يعني ايماج شابه 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 كي تشوف لو صالون كرو كومبلي خاوتي، يعني حاجه ما شاء الله. نفس المواصفات خاوتنا، لي بي لا فينيسيون لو بوا لا كاركاس اون بوا روج، حاجه ما شاء الله تبارك الرحمن في هذا لو صالون خاوتنا، اللي استفادوا منه بزاف بزاف تاع الناس، وجميع واحد استفاد منه قال ما شاء الله تبارك الرحمن. لو صالون اوريجينال والاصلي كي قلت لكم في البداية سطروا عليه، لانه راهو كاين الكوبي تاعو، نعم اي كاين الكوبي تاعو، ولكن هذا راهو اوريجينال توجور شركة كونسيبتا موبيلي في الانتاج. خاوتي نتمنى كان عجبكم هذا لا فيديو. لو صالون تاعنا السعر تاعو راهو ب 16 مليون و 100 مع التوصيل لجميع الولايات. اللي حاب يحجز اللي حاب يستفسر الارقام راهي ظاهرة في اسفل الشاشة، ما عليكم غير تتصلوا خاوتنا ونجيب لكم لو صالون حتى للدار بالبون تاعكم، وتوجور اي برودوي في محل أثاثيقة بلا غارونتي. كان معكم الأخ عبد الرزاق، بارك الله فيكم على المتابعة، وآخر كلام سلام.